السلام عليكم. انا معكم اسمح لي الله يفتح اسمح لي المستغيث ماشي راي انا ولا راي شي شخص واحد ماشي راي شي نقابه خلي الصحفي يقرب الله يحفظك دوش شو تسعد دوش شو السلام عليكم ماشي ولي اخوان هذا الراي راه ماشي راي انا راني راي المنظمات كلهم اللي معنا هنا يعني انهم اتفقوا على ان الاخوان غيبقاو صامدين هنا ما كاينش تحركات وهما كل واحد غيهز معاه واحد خمسه العناصر ولا سته ويمشي في طوموبيل تقريبا واحد 30 واحد ولا 20 واحد وغيمشيو للمحكمه المدنيه وغيدقوا بغينا يدقوا باش يستقبلوا الوكيل الملك سمعتي باش يستقبلوا الوكيل الملك لان نقول لهم عندنا حنا وقفه ديال هادشي ديال الطاكسي وعندنا امر مزمن مشاكل باش يشوف لنا حل حتى المفوض القضائي ماشي المفوض القضائي المفوض القضائي كنعيطوا عليه دابا ما بغاش يجي قال لك اخويا انا مشيت فين عيط الطوموبيل ما لقيتهاش غتحمل مسؤوليتك مع الامن دابا الاخوان جمعوا راهم الرؤساء ديال النقابات حيت قلت لك راه ما كتهمش هذه النقابه ولا هذا يكون ينتمي لاي منظمه هذه مساله عامه ماشي خاصه الاخوان غيتجمعوا وكل اخ غيدي معاه سبعه ولا سته ولا خمسه في طوموبيل وغيمشيو لعند الوكيل في المحكمه المدنيه وغيدقوا عليه يقول لي عندنا امر استعجالي ودايرين واحد الوقفه لكن من هذه المساله ان هاد الطاكسيات هادو يبقاو صامدين ما يديروا لنا فوضى ما يحبسوا الطريق ما نطيحوش حنا في واحد المشكل مع الامن ما عندناش علاقه هذا هو حيت حنا ما عندناش مشكل مع الامن ما عندناش مشكل امني غير بعض الناس الله يهديهم كيبغيو ماشي نقول لك ماشي من الاخوان ماشي غير من ديالنا حتى من ديال الامن كيبغيو يدخلوا في هذا المجال يكون عندنا حنا واحد الشجر معاهم ولكن حنا ما عندناش مشكل مع الامن بتاتا ما عندناش مشكل امني حنا عندنا مشكل قضائي ما عندنا بعض الاحكام اللي كينزلوا علينا الاحكام الظالمه واش حنا كنأديو الواجبات ديالنا كما نصت المذكره الوزاريه 61 وكما جعل السيد الوالي وسيد الحكومه بانكم خلصوا وتا واحد ما غادي يدي لكم ومن في الاخر كيجي يقول لنا كنتفاجئوا بهذه الاحكام القضائيه اعطيه 17 مليون اعطيه 12 مليون اعطيه 18 مالك من هذا التاريخ لهذا التاريخ اسيدي راه ادينا لهذا التاريخ راه من هذا التاريخ لهذا التاريخ بدا 30 مليون 16 مليون يعطينا 14 مليون ولا جيت تحاسبوا معايا قال لك حنا ماشي شغلنا المشكل وهو ان القضاء هي العلاقه الكرائيه مع صاحب الاقدوميه وعلاش كيتخلص وعلاش كياخذ الفلوس راه المشكل اللي كاين وهو ان حنا اللي كنعرفوا ان الانسان ملي كينتهي العقد وكيبقى ياخذ الواجب كيبقى كيتخلص جدد اوتوماتيكيا كيكون تجديد العقود تلقائيا علاش حنا حتى الاحكام دابا الاحكام عندنا ملف واحد في الابتدائي وجوج احكام عندنا في الاستئناف في نفس الملف ديال الابتدائي واحد اللي هما استانفوا عليه كيطلع ذاك القرار وذاك المبلغ من 6 مليون 16 مليون والحكم اللي استنفنا عليه حنايا تأييد الحكم هي 6 مليون في نفس الملف ديال الابتدائيه والتناقض في الاحكام ديال الاستئناف وهادشي شنو على ما استفهام والاخوان انتم كتسمعوا واللي كنقول لكم الله يجازيكم بخير صبروا راه الاخوان غيمشيو وغنهودوا من الحل المشكل راه حنا غادي نجيو هذا هو اللي عليكم يا الله عليك الاخوان عطف السلام عليكم عرفت شايف السلام عليكم سي شعيب عرفناك غادي عرفناك عييتي كلمه دقيقه غادي ناخذوها منك هو السبب ديال هذه الوقفه هذه والحرقه اللي خلاتك دوي بحال ما هكا على هاد الناس هاد
هو الاحكام القضائيه اللي كتزال علينا حنا. يعني حنا ما بين نارين، وزاره الداخليه كتقول اللي صدر من ذاك القرار ديال وزير الداخليه تجديد العقود تلقائيا ما دام السفير كيخلص القضاء من اللي كيسالي كينزل عليك واحد الغرامه تقليديه ولا كيديروا خبير وكيكلفوا هذيك المسائل هذيك الماده كيضخموها، رغم ان هذا المستفيد من المأذونيه انه ضرب ذاك الميكرو كيتقاضى الاجر ديالو إيه؟ كيتخلص. ودابا مثلا كاين بعض الاخوان هنا منهم انا منهم بعض الاخوان بزاف من 2013 من 2010 من 2014 تقاد سال العقد والناس باقيين كيتخلصوا اليومين هذا حتى كنتفاجئوا بقرار قضائي تعويضات 18 مليون 19 مليون 20 مليون بلا ذاك الخلاص اللي كان بلا ذاك الخلاص، لان ملي كنجيو نحكوا معاهم هذاك اللي حكموا عليه 16 مليون 16 مليون كان مصر 30 مليون، يعني من 2013 اليومين هذا 30 مليون. اذا المحكمة كتحكم 16 مليون كيقول لي حنا عاطينو عاطينو هاكين وكيل كيقول لك لا حنا ماشي شغلنا بهذا. المهم نهار تحكم نهار حكمت المحكمة سالت العلاقة التعاقدية مع المنظمة. هذا هو علاش هذه الوقفة هذه، وهذا الشيء راه ماشي خاص، هذا الشيء عام عليكم كامل. تبارك الله عليك سي شعيب، كنشكروك. اذا متابعينا الكرام، كان هذا الاخ شعيب اللي عطانا الكلمة ديالو حول هذه الوقفة هذه اللي كنشوفوها. وحنا دائما ما كنشوفوا الصاعق انه مسكين هو اللي كيكون متضرر اول. السلام عليكم. استاذ، هاد الوقفه هذه كنشوفوا دائما ان السائق المهني مسكين هو اللي متضرر بهذا الشيء كامل، شنو تبغي تقول؟ الوقفه درناها تزامنا مع الاخوان ديالنا اللي صدرت حقهم احكام، يعني احكام كارثيه. اليوم يعني شعيب بات المحكمه باش يعطي يعيط لهنا مفوض قضائي باش نقطع السياره ديالو تباع في المزاد العالي. كاين 50 حاله، كاين 50 حاله كاينه دابا حاليا غير على الصعيد ديال الدار البيضاء. الدار البيضاء بوحدها باقي ما دويناش حنا على الصعيد الوطني. فاليوم درنا هذه الوقفه هذه انذاريه، فإلا ما عطاش يعني هاد الناس ما استجبوش لهاد الناس هادو وما استجبوش لهاد القضاء، فغادي نضطروا باش نعتصمونا او لا نقوموا بمسيره، يعني غنمشيو للرباط عند وزير الداخليه وزاره الداخليه باش حيت هما راسلنا وعاود راسلنا وباقي يعني ما كاين حتى حاجه حافر على الورق، ما استجبوا ل ما كاينش شرط بالدليل، يعني بالدليل غير 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 البارح راسلنا وزير الداخليه و هذا 52 ديال الناس اللي شرات لهم الاحكام هادو، يعني ما استجبوش لهاد المطالب. فإلا ما كانش ما استجبوش لهاد المطالب ديال الناس هادو، يعني غادي تكون شراره. انا كنكون وانا كنتحمسوا ديال الشيء اللي كنقول، لانه غتكون الناس راه صافي راه حره. قال لك اللهم قاطع الاعناق ولا قاطع الارزاق. اما باش واحد كيضيعوا السائقين المهنيين دابا في هذا المشكل هذا، كيفاش؟ كيضيعوا دابا السائق المهني. من طبيعة الحال ضيعوا ولادو ومضيع مع جوج شيفرات اخرين. راه جوج شيفرات اللي خدام مع المستغيث وكيخدم خدام ومخدم مع جوج شيفرات اخرين. فهاد الكرايم هادو راه غير ريع. عطيهم سيدنا راه ما كيتباعوا ما كيتشراوا ما كيتكراوا. ورغم ذلك فهما كيكريوهم 30 مليون ب 40 مليون وب 20 مليون، وفي الاخر ملي كتسالي العقده تيقول لك جيب لي كريمتي اولا غتعطيني فوق من داكشي اللي دار معاك في ذاك العقد القديم. راه الناس يعني راه جاو عطاوني قدو القد، عطاوني اكثر منك انت. انت دار معاه 30 عام وشوف شحال ديك 30 عام شحال ديال الفلوس، يعني هذاك من غير الفلوس ديال المازوت ولا سورانس، يعني راه داك الطاكسي هذا الطاكسي هذه راه مقاوله في حد ذاتها، راه مخدمه جوج مخدمه هز اربعه العائلات، راه مقاوله. معقول؟ راه هز اربعه العائلات، وكل عائله عنده اربعه سته الناس كيجري عليهم كيجيب لهم القوت اليومي ديالهم. فالناس هذو ما عرفناش مؤخرا حاليا هذا الشيء هذا من جهه هذا الشيء هذا، راهو الشيفور ديال الطاكسي دمروه. كاين مسكين اللي مريض دابا حاليا، او من الناس دابا معانا والله سيدي الا معانا الناس دابا مراد مساكن ما بقاوش كيخرجوا من ديورهم، ولا وين كنجمعوا لهم شحال قدك ما تجمع عليهم، شحال قد هذا الشيفور ديك ما يسعى ما يطلب. ولهذا حنايا كنطلبوا من هاد المسؤولين ديال هاد القطاع هذا، شوفوا من غير الرحمه لهاد الناس هادو اللي غتشردوا، وراه كاين الناس اللي متشرده
وهذا مكان وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يدير التأويل ديال الخير ويدير لنا شي حل مع هاد الناس هادو. فإلا ما كانش الحل يعني عندنا طرق أخرى باش غادي نحققوا المطالب ديالنا. وهذا هو السلام عليكم. تبارك الله عليك وسلم.